توسطوني قالوا لي يابا ترى هذا مظلوم. فرحت للرجل قلت له يابا هذا اذا شهادته يعني الاطروحه مالته صحيحه انتوا لجنه يخلي يشوف شنو ليش معقدي عليه. قال لي دكتور هاي الاطروحه اللي مقدمها عباره عن مشروع طالب صف رابع بحريني. مشروع طالب صف رابع بحريني مغير فقط الاسم مالته حتى بارزه ماكو بالاستلال 100%. شو انا ارد مع العلم انطاه قال لي لي حج وللجنه حج يروحون الحج هذا كبير لا شنو كبير براس البرلمان بعد اكبر منه وين. ومعظم الذين حصلوا على شهادات من لبنان كانت تكتب لهم يا جماعه الله ما تقول زين دكتور انتم الاساتذه البروفيسوريه اللي حاليا كل شيء ماكو واللي اخذ له شهاده ب $60 واللي ما دفعها صار سفير في عمان خلوا الزبالات على الصبح ما جابوا ناس ذات كفاءات وخلوا حتى لا يقولون والله ماكو كفاءات. فلهذا الناس القيم والناس المعرفه واللي تحترق على هالبلد ودمها على هالبلد ما شاركت بالسلطه وما يخلوهم لسبب لانه يشعرون بعقده النقص منهم. هذا ما ممكن انت يجي انت لجنه تعليم نيابيه بها شخص ما مخلص الاعداديه انت لجان موجوده عندنا لجان دفاع شخص ما خادم عسكريه كان بلجنه الدفاع شخص ما يعرف شيء بالماليه خليه بلجنه الماليه جابوه من الدفاع في دوره وهو لا خادم عسكريه وكان فرار ومن اجت بالماليه لا عمره اشتغل بالماليه وكان يشتغل بالبالات اجى صار عضو الجماليه ويحدد البلد وتقول لي البلد بيعجز والرواتب تنعطي لو ما تنعطي ذول اللي يقودون البلد.